السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ماذا ترتدي يا عمر؟ زي المدرسة. وكيف صار واسعاً هكذا؟ ربما تبدل بسترة زميل لي بدين جداً. من هو؟ لا أعرف. وكيف ستجده؟ سأحاول البحث عنه. اسأل مشرفة السيارة ومشرفة المدرسة. أعطني الكرة يا سامح. احذر من خلفك يا وليد. هات الكرة يا ياسين، أنا منفرد بالمرمى. خذ. ها، هدف 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 هدف. ماذا ترتدي يا عمر؟ هذا ما وجدته بعد أن أنهينا المباراة وأخذ كل منا سترته. وأين سترتك أنت؟ ربما تبدلت مع سترة زميل لي نحيف جدا. بالأمس تبدلت السترة مع سترة زميل بدين جدا، واليوم مع سترة نحيف جدا. لماذا تغضبين يا أمي؟ لم تكن سترتي أصلا. هل سألت عن سترتك؟ نعم، ولم أجدها حتى الآن. رغم أنك كتبت اسمك عليها في بداية العام؟ كتبت عمر فقط، وهناك 20 عمر في المدرسة. ما هذا؟ أين ذهبت السترة الضيقة التي كنت أرتديها؟ السعادة الزوجية أسبابها ونتائجها. مقال رائع حقاً يا هالة. دعيني أنا أقول ذلك يا أمي. أنت لا تقول شيئاً أبداً. أخيراً وجدت سترتك. ليست سترتي، فليس عليها اسمي. سترة من هي؟ لا أعرف، ربما سترة زميل لي في نفس حجمي. إذن سأشتري لك سترة جديدة وسأخصم ثمنها من مصروفك. يا إلهي، كلما ضاع شيء خصمته أمي من مصروفي. كم سيبقى من مصروفي بعد كل ذلك؟ هذا أقل عقاب على الإهمال. أي إهمال يا إمام؟ أنت تضيع أشياءك. هي التي تضيع من نفسها. الأشياء لا تملك عقلاً ولا إرادة، وقد أمرنا ديننا أن نحافظ على أشيائنا، سواء كانت ملكية خاصة أو عامة. وما هي الملكية العامة؟ الشوارع، المدارس، الكباري، الحدائق، ووسائل المواصلات، كل ما هو حق للناس جميعاً ويشتركون في الانتفاع به. نعم، سأكتب اسمي ثنائياً على السترة الجديدة. يفضل ثلاثياً لو أمكن. حسناً، قل لي كيف حافظت أنت على كتابك من السرقة في بغداد؟ لقد كان موقفاً عصيباً حقاً. أي صوت هذا؟ قف عندك أيها اللص. هات أوراقي، لن أدعك تأخذها. كل ذلك وتعود إلي بدون الأوراق؟ الحمد لله أنني عدت أصلاً. ماذا تقصد أيها الفاشل؟ لقد هربت قبل أن يراني الإمام ابن حنبل، ولو كان رآني لعرف أنك أنت الذي أرسلتني لأسرق أوراق تلميذه البخاري. ها؟ أواثق أنت أنه لم يرك؟ نعم نعم، قفزت من النافذة
بينما دخل هو لاحقا من الباب. الحمد لله. ولكن هناك مشكلة صغيرة. ما هي؟ وقعت مني قلنسوتي أثناء هروبي. أين وقعت؟ داخل المنزل. حمدا لله على سلامتك يا بخاري. سلمك الله يا إمامنا. صارعت اللص حتى استعدت كتابك ولم تخف على حياتك. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات دون ماله فهو شهيد. وكتابك بالطبع هو كل مالك. تعرف كم بذلت من مجهود في تأليف ما وصلت إليه حتى الآن. وإذا كان اللص لا قدر الله قد سرقه بالفعل. اطمئن، أنا أحفظ كل كلمة كتبتها فيه. ما شاء الله، ورغم ذلك كنت ستضحي بحياتك من أجله. حتى لا يسرقه اللص وينسبه إلى نفسه. هذا يعني أنه لص غير عادي. بالطبع، لقد ترك كل شيء ودخل المنزل باحثا عن الكتاب، وترك لنا شيئا من أثره. وهل ستوصلنا هذه القلنسوة إلى صاحبها؟ هذا ما أدعو الله به. الإمام ابن حنبل؟ ألم تتوقع أن آتيك إلى بيتك يا عاصم؟ شرف لي يا إمامنا. وهل تعلم لماذا جئتك الآن؟ خيرا إن شاء الله. القلنسوة قادتني إلى صاحبها، وصاحبها قادني إليك. أنا لا أفهم مقصدك يا إمامنا. تعال أيها اللص وقل لصاحبك ما قلته لي. كلفني عاصم بأن أسرق له ما كتبه البخاري وآتيه به. لماذا فعلت ذلك يا عاصم؟ هل أردت أن تسرق البخاري؟ لا والله، ولكني أردت أن أعرف ماذا يؤلف ولماذا جاء إلينا في بغداد، وما الذي جعلك تفضله عنا جميعا وتجعله مساعدك الأول بل ويحاضر فينا أثناء غيابك. هو الحقد إذن يا عاصم. لقد نجح البخاري في الامتحان الصعب الذي عقدناه له فور مجيئه بغداد، وأدهشنا بقدرته العجيبة على الحفظ، حتى تصور بعضنا أنه يسخر الجن ليساعده على الحفظ والدراسة. لا حول ولا قوة إلا بالله. بدلا من أن تستفيد من علمه أردت أن تقلل من شأنه وأن تعطله عن تأليف كتابه الذي سخر له كل حياته.